ما كاينينش ان شاء الله شي رش على اللعابه مع حسبان شفشا في المعنوي ديال اللعابه طالعين ضربنا زاناكو زاناكو اذا الوداد راه لا بريكول ديالنا حنايا رابحين ان شاء الله في 3-0 حال الوداد فهاد الاونه الاخيره بدات كتبين انا ان عندها قوه هجوميه وشويه في الدفاع بلا خصوصا الفوز ديالها ضد خريبكا ب 5-2 ولكن نقدر نقول لك باللي الفوز ديالنا في خارج الميدان في زاناكو ربحنا في لوساكا ربحنا زاناكو ب2-0 وزيد عليها حسبان الساق البارح النفسيه كتطلع شويه عند اللعابه يعني غيكون عندهم واحد الحماس كبير شويه ان شاء الله وان شاء الله نتمنوا الفوز الراجع ان شاء الله هادشي اللي نقدر نقول لك كما كتعرفوا راه مقابله الديربي ماشي سهله كيكونوا معنويات مرتفعه الا كان فريق رابح والوداد رابحين خريبكا ب5-2 اذا غيكون فهمتي كفه متكافئه كنتمنى الفوز فريق الرجاء البيضاوي ويهدينا الفوز الجماهير ديالنا لا الاجواء هو خصوصا هو كلشي كاع تقريبا كاع الرجاويين ما كانوش باغيين يجيو لا قبل حسبان عارفين يقول لك زعما خلصنا حسبان غياخذ لنا الفلوس فهمتي بحال هكا وكون اصلا تشيكي ب 1000 ريال لا واصلا شاف كيقولوا الوازيس البارح والماتش والبارح مشى بنادم وفي الاخر ما لقاش تشيكي يعني بنادم ما دارش الثقة فيه يعني كيقول ما عرفش الماتش وغيبانو ان شاء الله ان شاء الله يكون حضور جماهيري وفوز الرجاء ان شاء الله.